يعني ذكرتي شيء مهم جدا جدا، فكرة تأثر المرأة بالتغيرات المناخية أو يعني بالانبعاثات هذه الأشياء الخاصة بالمناخ. يعني أنا فاكرة كنا يعني أجرينا حديث مع العالم المرموق الدكتور محمود محي الدين، وكان الحقيقة قال إنه من أكثر الفئات تضررا من التغيرات المناخية هي المرأة. تعليقك إيه لو سمحتي؟ تعليقي الحقيقة إنه فعلا الدكتور محمود عنده حق في الموضوع. لماذا المرأة؟ لأن المرأة هي اللي في الحياة اليومية بتضطر في مناطق كثيرة أنها هي اللي بتخلي بالها من الأسرة، هي اللي بتحتاج أنه توفر مياه نظيفة، أن توفر بيئة نظيفة، وبالتالي هي اللي بتتعامل مع البيئة وبتؤثر فيها وتتأثر فيها يعني بشكل كبير، فهي الأكثر ضعفا والأكثر تضررا بالتغيرات المناخية. وفي نفس الوقت زي ما قلت لحضرتك إنه في COP7 ابتدت المساواة، فكرة المساواة في النوع الاجتماعي وقضايا المرأة تظهر بأنها قضايا لازم تمشي بالتوازي مع القضايا المناخية، لأنه اكتشف أو ثبت أن يعني النساء الذين يمثلن مجتمعاتهن بقى هم أكتر الناس أفضل قيادة في أوقات الأزمات. يعني نقدر نقول في أزمة زي أزمة كورونا مثلا، لو بصينا على كيفية تعامل الدول معها، الدول اللي فيهم رؤساء الوزارات كانوا سيدات كانت الأمور احتوت بشكل أسرع من الدول اللي ما فيهاش. ده تحيز للمرأة يعني؟ لا، دي الأرقام، هي دي الحقيقة. وطبعا أتحيز للمرأة يعني أكيد، بس لكن الأرقام والحقائق يعني هي الأكثر. المرأة هنا هي الأكثر فاعلية، وفي نفس الوقت زي ما حضرتك بتقولي هي الأكثر تضررا بالضبط. وبالتالي هي لازم يبقى في مشاركة ليها، يعني ما ينفعش إن هي تهمش في أي قضايا. المرأة دايما عندها الحلول والمقدرة على يعني تحويل المعرفة لأفعال، يعني زي حنقول حتى في الأمثال الشعبية بتاعتنا بيقولوا دايما الشاطرة تغزل برجل حمار، عمرهم ما قالوا الشاطر يغزل برجل حمار على سبيل المثال. فدي يعني فبالتالي جت من هنا انه دايما حتى السيدات معروفين عندهم رؤية مستقبلية اكتر، لان هم اللي بيهتموا بالأسرة وبيهتموا بالأطفال، ودايما بيبقوا عينهم على مستقبل أولادهم وأنه يوفروا لهم أحسن حاجة. فمن هنا ظهر أهمية المرأة، وبالتالي هي بقى من يعني عبر 20 سنة الماضية في الكوب يعني ترسخت هذه القضايا، أنه يجب تمكين المرأة من أجل تحقيق العمل المناخي الفعال.